التعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب السياسي اليمني الأستاذ نبيل البكيري. أستاذ نبيل، بداية مرحبا بك. تصاعد حدة القتال في الحديدة قبل يوم من سريان وقف إطلاق النار، ما هدف ميليشيا الحوثي من هذا التصعيد؟ أعيد السؤال، ما هدف ميليشيا الحوثي من التصعيد الأخير؟ هدفها واضح، وهو التنصل عن ما تم الاتفاق حوله بخصوص التهدئة في مطار في ميناء الحديدة والشروع بوقف إطلاق النار ومن ثم الانسحاب من الميناء. أنا باعتقادي هذا الهدف الجوهري من استمرار التصعيد في المدينة. يعني ألم تتحصل ميليشيا الحوثي على مكاسب على سبيل المثال من اتفاق السويد الأخير؟ إلى أي مدى تعتقد أن هذه الميليشيا تسعى للإبقاء على ميناء الحديدة؟ لا شك أنه هي حققت بعض المكاسب، لكن الإشكال أنه هذه الجماعة تاريخها السياسي أو تاريخ التشاور والمفاوضات والمعاهدات والعقود هي لا تلتزم بها بقدر ما تستغلها لتحقيق حضور سياسي ودبلوماسي عالمي، ولا تلتزم بمثل هذه الاتفاقيات، تستغل نكوثها بالمواثيق والعهود والاتفاقات حافل بمثل هذه النتيجة. يعني ساعات ويدخل اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة حيز التنفيذ، يعني كما ذكرتم أن الميليشيا لا تلتزم بأي اتفاقات، يعني أترى أنها ربما يعني خلال هذه المرحلة ومن خلال المعطيات أنها مهدت باشتباكات اليوم إلى نيتها بإفشال هذا الاتفاق مجددا؟ لا شك أنها أيضا، حتى نكون دقيقين، أنا باعتقادي أيضا حتى الاتفاق هناك أطراف من القوات الحكومية على الأراضين لا تريد أن تلتزم، أو بمعنى آخر أن تذهب في تطبيق هذا الاتفاق، لأنه طبعا اتفاق مجحف في حق الحكومة الشرعية وفي حق المقاتلين في الأرض الذين يرون أن ذلك تفريطا بالسيادة، وخاصة التفسيرات المتناقضة لهذا الاتفاق من قبل جماعة الحوثي التي تريد أن تستبدل جماعتها بناس آخر، أو تستبدل السلطات التي كانت تدير الميناء بسلطات هي تتبع جماعة الحوثي في الأساس. وبالتالي أنا باعتقادي لن يكتب لهذا الاتفاق النجاح مهما كانت الضغوطات التي نراها. المبعوث الأممي لليمن غريفيث يسارع إلى سد ثغرات اتفاق السويد بعد اشتباكات الحديدة كما تنقل الأنباء، إلى أي مدى يمكن أن ينجح غريفيث قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ؟ للأسف غريفيث يبدو أنه متحمس كثيرا للرؤية الحوثية فيما يتعلق بالسلام أو فيما يتعلق لوقف إطلاق النار. هو كان الهدف الجوهري والمركزي من هذا الاتفاق هو الذي سجل تحت لافتة المعونات الحالة الإنسانية لينصب كله ويختزل الأزمة اليمنية في قضية ميناء الحديدة لتحييد هذه المدينة وتحييد أو إيقاف المعركة والتحرير فيها. وبالتالي أنا باعتقادي غريفيث يسعى جاهدا لأن يسجل حضورا لافتا في هذا الملف باعتبار أنه ملفه الوحيد الذي يقاتل من أجله سياسيا حتى لا يتحقق أو حتى لا حتى يسير الاتفاق وفقا لما أراد وأرادت القوى الدولية التي تدعمه. أخيرا، إذا قررت ميليشيا الحوثي إفشال اتفاق السويد، ما البدائل المطروحة أمام الحكومة الشرعية برأيك؟ البديل لأي فشل لجهود السلام أو جهود المشاورات هو الحرب. الحرب هي خيار، وربما قد وصل اليمنيون إلى قناعة تامة أن الطريق الوحيد للسلام هي الحرب. تاريخ جماعة الحوثي وتاريخها في هذا السياق تاريخ مرير وتاريخ ينبئ بنقض العهود المواثيق، وبالتالي لم يعد اليمنيون يعولون على مثل هذه الاتفاقيات بقدر تعويلهم على تحقيق انتصار عسكري على هذه الميليشيا. نشكرك شكرا جزيلا من إسطنبول الكاتب السياسي اليمني الأستاذ نبيل البكيري.